نشوف احمد عبده مراسلنا برضو، يعني نشوف تطورات الواقعة. احمد عبده، طيب لحد ما يجي لنا مراسلنا احمد عبده نتكلم عن تطورات بقى الواقعة اللي حصلت امبارح واتكلمنا فيها امبارح، وهي حادثة الكمساري والنيابة قررت حبس كمساري قطر طنطا 4 ايام على ذمة التحقيق طبعا، وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطي مخدرات من عدمه، وده في اتهامه باجبار شابين على النزول من القطر اثناء تحركه، وده طبعا تسبب في وفاه واحد منهم ربنا يرحمه يا رب. وكانت نيابه مركز طنطا وجهت للكمساري تهمه القتل العمد لبائع، وقررت استدعاء شهود العيان وكل العاملين بالقطار لسماع اقوالهم. كمان النهارده المهندس كامل الوزير وزير النقل زار اسره الشاب ضحيه حادث القطار او حادث قطار الغربيه، زارهم في المنزل طبعا بشبرا الخيمه لتقديم واجب العزاء، وشارك في الزيارة محافظ القليوبية ودكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان. طيب نعرف تفاصيل أكتر من زميلي أحمد عبده مراسل أم بي سي مصر. أحمد مساء النور. مساء النور ياسمين، أهلا بيكي. أهلا بيك، حابة أعرف منك تفاصيل أكتر عن زيارة وزير النقل لأسرة ضحية القطر النهارده. ياسمين، هو كان النهارده يوم طويل جدا طبعا على أهل الشهيد التذكرة كما انتشر او داع صيته في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام محمد عيد، وكان بدايه من الساعه 8 الصبح احنا كنا متواجدين امام منزل محمد عيد رحمه الله عليه، وتقابلنا مع اخوه الكبير اخوه تامر عيد واخوه الاصغر محمود عيد. محمد عيد يبلغ من العمر 23 سنه، وهو كان بيعمل في مهنه كتابه الاسماء على الميداليات بطريقه الحفر او الكتابه بقلم الحبر. يعني دي يمكن اول معلومه احنا عرفناها بشكل موثق من اخوانه، ان محمد هو لا يعمل في مهنه البائع، مش بائع جاهل. هو مش بائع جاهل يعني. وبالفعل محمد كان عائد من الاسكندريه، كان بصحبه صاحبه، وكان طلب من اخوه الكبير ان هو يروح الاسكندريه لان هم عندهم شقه هناك في محافظه الاسكندريه، وقال انا هغير جو هناك مع صاحبي. وبالفعل هم راجعين بعد اسبوع تقريبا من قضاء العطله، ركبوا القطر على اساس ان القطر ممكن الكمساري يعني الكمساري يتفهم فكره ان هم معهمش فلوس، هم شباب ويمكن مصروفهم تقريبا خلص تماما. فقالوا نتصرف بشكل ما ان احنا نحاول نستسمح الكمساري، وهو ان شاء الله مش هيقف قدامنا يعني. ده كان عشمهم في الموضوع. وحدث الحادث الاليم، ويمكن اخوانه طبعا في حاله من الصدمه الكبيره طبعاً. اول حاجه قالوها ان احنا يمكن مش عايزين المقابل المادي. كان في تصريحات ان وزاره النقل هيكون في تعويض مادي تقريبا 100,000 جنيه. تصريحات الوزير امبارح كان ان هو يدي بالفعل الاسره مبدئيا 100,000 جنيه. بشكرك جدا احمد عبده مراسل ام بي سي مصر على امدادنا بهذه التفاصيل. بعد الفاصل